Rania travels to Upper Egypt to explore and document its equestrian tradition. May Khaled, the Egyptian award-winning novelist, saw Rania as a suitable fictional character for her forthcoming novel, a solo female traveler and a researcher who dared to navigate the patriarchal culture of Upper Egypt all by herself. May joins Rania on one of her trips to Upper Egypt to watch her and to learn about another side of Luxor that seldom any tourists experience during their short visits. There will be an independent documentary dedicated to Olmuyama equestrian tradition in which you'll learn about all the juicy details of this age-old tradition. خلاص يا مي، النهارده انت اخر يوم معايا. حققنا حلمنا. يس، ما اتحققش يعني بس يا طريق. انت النهارده مسافره بالليل 7 بالليل. طيب اتمنى يعني ان انا وريتك جزء او جانب مختلف من الاقصر. رائع. بس يعني عايزه اقول ان ده كان حلم بيراودني من سنتين. وكل شيء بأوان. اي بليف في الحكايه دي. وشوفي قعدنا نخطط قد ايه وما نفعش، وجت بالصدفه ان احنا عملناها. ان انت فعلا المرماح ده كان كنت عمري ما سمعت عنه. فعلا لولا ان انت قلتي لي عليه. وزي ما في شغف كده بيحركك لاسباب غير معلومه، انا كمان في حاجات بتحركني لاسباب غير معلومه. فلما قلتي لي عليه ما اعرفش ايه اللي شدني، وانا ما بحبش الانماط التقليديه في يعني ستيريوتايبس في انك تصوري منطقه معينه، سواء مثلا حي شعبي تطلعي الصوره التقليديه بتاعت الناس اللي واقفه تردح لبعض في البلكونات، او الشباب اللي بيثبت الناس في الشارع، او انك تحكمي على شعب معين. على فكره انا يعني على قد حبي لبلدي ما بحبش استيريوتايب اي شعب اخر. وبالتالي برضو المحافظات والمجموعات والاقليات وكل حاجه يعني. فالاقصر واسوان دي خلاص من قديم الازل احنا بنجيها في رحلات المدرسه والجامعه والنايل كروز والكلام ده كله. اعتدنا ده وشيء جميل وريلاكسنج، بس الكاتب مش بيحب يبقى ريلاكسد. فلما بتجيله اي رؤيه مختلفه لشيء نمطي بتطلع نار من ودانه وحاجات زي كده. فلما قلت لي انه في خلصعيد الجانب ده، فكره المرمح والفروسيه، وانك بتنزلي كبنت بمفردك شابه صغيره في وسط الرجاله الصعايده، ده بالنسبه لي يجعل منك شخصيه مثيره للدهشه، او شخصيه زي احنا بنسميها يعني في الادب شخصيه روائيه، اللي هي الشخصيه اللي مش نمطيه، الشخصيه اللي انت مش متوقعه منها هي بتعمل ايه، بتعمل حاجه مش متوقعه، وفي الوقت نفسه ما هياش حاجه لا عيب ولا حرام.
فدي بالنسبة لي شخصية روائية. فأنت أثرتيني من كذا ناحية، يعني أنت شخصيا كرانيا، وفكرة المرمح، وإن أنا حبيت أنزل معك، لأن أنا برضو يمكن حبيت فيكي الحاجات برضو اللي أنا بحب بقى. الواحد بيحب يبص في المراية ويشوف ناس زيه، يعني أنا برضو بعمل حاجات وبروح حتت مش الناس متوقعة، مش زي كل الناس بتروحها. يعني ما روحش أعمل مثلا حتى في بلاد برا، ما روحش التوريزم في شركات السياحة والحاجات التقليدية وكده، لا أروح بلاد مثلا صربيا، جورجيا، بلاد غريبة، قرى غريبة في حتى في أوروبا. فكنت أتمنى من أحلامي إني كنت أطلع أنثروبولوجيست، ودي شغلانة حلوة قوي. وانت بتقري عنها وتقري عادات الشعوب والناس ازاي، مثلا الناس اللي احنا مثلا بنحكم عليهم قبائل من قبائل معينة في بلاد نائية، ان هم لسه بيلبسوا مش عارفة ايه والريش ايه، ومخرمين مناخرهم كم خرم، ومخرمين ودانهم كم حاجة، ومش عايزين قابلين حد يدخل حياتهم. في الشعوب المتحضرة بتشوف دول همج، بينما ده بالنسبة لي دي حضارتهم، دي شخصيتهم. ممكن كنت أنا من مثلا 5 6 7 سنين أو 10 سنين قبل العولمة ما تبقى متوحشة كده، كنت ممكن أشوف إن دول فعلا همج. لكن بعد ما لفيت في العالم ولقيت إن العولمة مسخت الهويات بتاعت كل الشعوب، وفعلا فعلا أنا ببقى واقفة في وسط البلد، في أي بلد اي بلد في العالم، بتجيلي لحظه سكته عقليه كده لثواني، واقول هو انا فين، انا فين، مبقاش عارفه انا في المانيا ولا في فرنسا ولا في تركيا ولا في مصر ولا في وسط البلد. اصبح مثلا كله شبه بعضه، مش شبه بعضه بالاركيتكتشر مثلا اللي احنا بنعتز بيه، الستايل الايطالي او الروكوكو او الفرنساوي او كده، لا شبه بعضه في ان المحلات البايخه، المجتمع الاستهلاكي خلى كل المحلات شكل بعض، خلى ان انت عشان تلاقي الاكله المحليه بتاعت بلد انت رايحه عليها وعادات الشعب، ما ينفعش تنزلي في العاصمه، لازم تروحي في الاطراف ولازم تروحي القرى وحاجات زي كده. وبالتالي اولى بيا بلدي بقى، فحبيت اشوف جانب اخر من الاقصر اللي هو انت قد تتعالي على الرجل اللي لابس جلابيه، انت ابنه المدينه مثلا، بينما لما تنزلي وتشوفي الرجل اللي بجلباب ده، ان هو اصلا خريج جامعه زيه زيك، وانه عارف تاريخ بلده احسن منك، وان الجلباب ده نوع من التمسك بالهويه واحترام التقاليد اللي حواليه. وانت لو شفتيه هو في القاهره مثلا او في بلاد بره ولابس لبس شيك، ممكن تقولي ده ايه، ده الواد الخواجه ده، فده بيخليك تحترميهم اكتر. من الحاجات برضو اللي عجبتني قوي لما سالنا احد الشخصيات يعني هنا، ليه النساء مثلا مش بتنزل المرمح اللي هو العاده الشعبيه بتاعت الخيوط دي، فتوقعت مثلا، انا توقعت كستيريوتايب برضه هيقول لك لا ما عندناش ستات تنزل مش عارفه ايه، ما توقعتش كده خالص. فراح قال لي حاجه تانية خالص، انه فعلا احنا بنخاف عليهم من الزحام، وبيبقى في تزاحم والاطفال حتى بيخافوا على الاطفال، فهي مش فكره رجل ومرأة، يعني هو فعلا بيحافظ على المرأة، لكن ما عندهمش مانع لو الموضوع متنظم ان الست تنزل وتتفرج، بس هو بيشفق عليها من الزحمه. واحنا فعلا اتفرج، واحنا فعلا انا شخصيا تعبت في الزحمه. لا وانا حصلت لي مواقف كان ممكن يحصل لي حادثه وانا بصور في المرمح. هو خطير صراحه، هو رياضه جميله، بس عشان تستمتعي بيها لازم تبقي قاعده قريب في اول صف، والخيول تجي، ممكن الحصان يبقى غشيم او الفارس يبقى غشيم ويروح عامل بس برجل الحصان كده يضيعك. فهم بيخافوا على الاطفال، بيخافوا على الرجاله، وبيخافوا على كل اللي حاضرين. وقال لنا بدي انه لازم الفارس يبقى متدرب وكذا وكذا، حفظا على سلام وامانه، يعني امانه وسلام الناس الحاضرين يعني. فدي عجبتني قوي، انه ما خدش موقف ضد المراه، لا ما عندناش ستات تنزل وما اعرفش، لا خالص. هو قال زيها زي الناس بس يعني كده، وقال انه لو ده ما بيتم في ساحه
فيها نساء مثلا ممكن تتفرج، مقصورة خاصة بالنساء، مقصورة خاصة بالنساء، أو إنه ساعات بيتم أحيانا تحت البيوت لو في ساحة كبيرة بيقول لك الستة بتتفرج عليها. حصل حصل بيطلعوا في البلكونات بس مغطين وشهم مثلا أو كده، وأحيانا في ستات بتيجي تقعد في بيسموه المجال يعني الأرض المخصصة للمرمح، بس بيبقوا قاعدين في الآخر على الأرض، في ستات بقى بتبقى قاعدة من فوق البلكونات بس طالعة مغطية وشها. برضو عرفت حاجة ما كنتش أعرفها قبل كده، أو أكتر ما جاتش على بالي، إنه في حاجة اسمها حصان بلدي، والحصان العربي طبعا معروف، والحصان الانجليزي وكده معروف، طول عمرنا بنشوف سباق الخيل في التلفزيون حتى او كده، وعارفين ان الحصان العربي ده افخر حاجة واجود انواع الحصانة، ونقعد نتغزل في جمالهم وصورهم وكذا. اما جيت هنا عرفت ان الحصان البلدي ده حاجة خاصة بالمكان هنا، ولو يعني هجين هو مخصوص اسمه حصان بلدي. اكتشفت انه اقوى من الحصان العربي، وان لعبة المرمح دي عايزة قوة جسدية جدا للحصان، ومهارات مش اي حصان يقدر عليها، حتى الحصان العربي ما بيقدرش عليها. فلما انت سألتي طب العرب الخليج العربي ممكن يزعلوا منك انهم بيعتزوا انهم عندهم اعلى سلالات في الخيول، قال لا دي حقيقة لا تنكر، هو ممكن يبقى شكله اجمل فعلا، العينين الكحيلة والوش المنحوت والشعر الناعم والجسم العافي الجميل ده، لكن المرماح ما بتحتاجش الجمال في الشكل، ما بتحتاجش لقوة جسدية هائلة بحجم الحصان، بتحتاج لحصان اصغر، يعني ممكن يكون حجمه صغير بس عنده مهارات. فامبارح الاستاذ اللي هو اشرح لنا ده المتخصص في المرماح يعني، ما كان بيتكلم على الخيل، انا في الحقيقه لاني مهتمه بالانسان جدا كنت حاسه انه بيتكلم على البشر، وانه ازاي فكره كلمه سايس اللي احنا بنرددها من غير ما نكون عارفين يعني، او بنرددها من غير ما نتفكر معناها، انه ازاي بيسوس الخيل بيسايسه، وانه لو الخيل ما تجاوبش خلاص بيعلمه مره واثنين وثلاثه، لا مش حابب ما تجبروش، ويا ريت كل البشر كده، يا ريت البشر تسايس بعضها، ولما الاقي حد مش حابب حاجه ما احاولش اغيره، ما احاولش خلاص، هو كله ميسر لما خلق له. فهم بيعاملوا الخيل على ان هم بني ادمين، بس معامله ارقى من الانسان بيعاملها لاخوه الانساني. بصي انا عايزه اقول لك حاجه كمان، ان الحصان البلدي ده لما انا عملت ريسيرش عنه كان اسمه الحصان المصري. الله. وفي وثائق بتقول اسمه الحصان المصري، اي نعم هي سلاله مهجنه، يعني ما حدش يدعي ابدا ان الحصان المصري ده سلاله اصيله زي العربي طبعا، ولكن بمناسبه ان احنا في وينتر بالاس لسبب ما يعني الهوية المصرية اتخذت منه وبقى حصان بلدي. أوكي. فهمة؟ وبعدين يعني تاريخه شبه نسي شوية، اتناسى، فما إلا الصعيد حافظ بقوة عليه، يعني حافظ على هوية هذا الحصان وحافظ على قدراته. وعندنا مستشرقين كتبوا عن The Egyptian Horse. The Egyptian Horse المستشرقين اللي احنا بنتكلم القرن ال 18 والقرن ال 19 وأوائل القرن العشرين، يعني هو كان اسمه The Egyptian Horse. النهاردة في ناس خطأ بتطلق على السلالة المصرية من الحصان العربي اللي جت هنا مصر وربوها وبقى انتاج متميز او وعاء جيني متميز على مستوى العالم، في بعض الناس خطأ بتسميها الحصان المصري، لا الحصان المصري هو السلالة بنت مصر. فاهمة؟ فانا اعجبت جدا بالصعيد زي ما بيحافظ على هوية الحياة، ملامح حياة مصر القديم، وحافظوا على هوية المرماح كلعبة فروسية لها أصول قديمة جدا، حافظوا على هوية الحصان المصري. تمام. وإن هو لا أقدر ولو أقدر من الحصان العربي في بعض المجالات. طبعا ربنا خلق كل مخلوق في الدنيا، ربنا خلقه له قدرات ومجالات متميزة يثبت نفسه فيها، كذلك الحصان البلدي. فأنا أتمنى الناس تبتدي تقول على الحصان البلدي حصان مصري، عشان احنا ساعات بنستعمل بلدي كده بطريقه فيها زي ما انت قلتي فيها دونيه versus كل ما هو اجنبي وجاي من بره مستورد، زي السلاله مثلا، حد يقول انا عندي سلاله ثورو براد انجليزي وبتاع، انا عندي حصان الماني ما اعرفش ايه، لا يعني احنا نتمنى ان الاعتزاز بالحصان المصري السلاله المحليه ينطلق في كل انحاء الجمهوريه. تمام.